روسيا تؤكد أن تسليح الغرب للمعارضة السورية عرقلة للمؤتمر الدولي المرتقب، والبرازيل تحمل المعارضة مسؤولية تأخيره. اليوم أخذنا قرية الحفوة ونحرنا السيء. على وقع الشعار الأمريكي الغربي لزيادة تسليحهم، إرهابيون نصرة يرتكبون مجزرة جديدة في دير الزور. القوات العراقية تعتقل 3 من أبرز متزعمي تنظيم القاعدة وتعتقل 175 إرهابيا. قوات أردوغان تقتحم متنزه كوجولو في أنقرة، والمحامون يدخلون على خط الاحتجاجات ضد القمع. اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي للحل تلتقي المكتبة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام. فترة أخبارنا الرئيسية، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.